زوجي في حرب وأولادي ينصحونني الانفصال، أنا محتارة ماذا أفعل؟ محتارة من ماذا سيدتي؟ الأولاد للأسف، يعني أتمنى أن لا يصل الزوج والزوجان أن يتدخل الأولاد في حياة وعلاقة الزوجين. الآن إذا كانت الحرب دائمة، هل أنت مقتنعة بخروجك والانفصال مع الزوج أم لا؟ ولا أنتظر النصيحة من الأبناء أو من أي شخص آخر. أنا صاحبة القرار، أكون مسؤولة عن قراراتي، لا أنتظر أن يعطي لي أبنائي أو أي شخص في العالم يعطي لي الإذن بذلك. الله عز وجل هو الذي يعطي لي الإذن، هل يصح شرعا أن أنفصل عن زوجي أم لا؟ الشرع يسمح لك إذا كانت لك أسباب واضحة ومعقولة وواقعية. الآن السؤال الذي أطرحه بطريقة عكسية، ما الذي يجعلك تبقين مع هذا الزوج الذي تقولين هو في حرب وأولادك ينصحونك بالانفصال؟ هل هذا الزوج يساعدك في تربية الأبناء؟ هل هي شخصية قوية ومسؤول ويساعدك في تربية الأبناء أم لا؟ هل الأبناء يتهربون من هذا الزوج فقط وبالتالي يجعلون هذا مبرر للانفصال حتى يجدون راحتهم في حياتهم؟ أم أن فعلا هذا الزوج لا يقوم بواجباته لا مع أبنائه في تربية أبنائه، ليس مسؤولا وليس مسؤولا ولا يقيم على واجباتك وحقوقك في البيت؟ بعد إذا كان بهذه الطريقة، إذا لماذا أنت ما زلت مع هذا الزوج؟ وإذا كنت تقولي لا بالعكس هو زوج أحيانا كذا وأحيانا كذا، لابد أن تضعي ميزان، ما هي الإيجابيات التي تجعلك تستحملين هذا الزوج؟ النقطة الثانية، ما هي السلبيات التي لا تجعلك أو لا تستحملين البقاء مع هذا الزوج؟ لابد أن يكون الميزان واضح في ذهنك، وتكوني جريئة في اتخاذ قرارك، ولا تكوني مترددة، ولا تستعملي صوت الأبناء. أنت بنفسك ماذا تقول لك الحكمة الداخلية من الداخل؟ والله أعلم. طبعا ممكن حتى تستعملي صلاة الاستخارة في هذا الأمر.